لأنه في الحقيقة المراهقة هي مرحلة حساسة ومتميزة في حياة الإنسان، وأكثر ما تعرف بها هذه المرحلة هي هذا الطموح الزائد وهذا الانطلاق وهذا التحدي وهذا التمرد على كل السلطة إذا شئتم. وظهر هذا طبعا في هذا النموذج لهذا الشاب القسنطيني الجزائري. وذكرتني هذه القصة في إحدى جولاتي في مدن الساحل، كان فيها طفلان بجانبي تقريبا في حدود 9 إلى 10 سنوات من العمر، فكان الواحد يحدث صاحبه ممكن في الدراسة، يعني هم خرجوا من المدرسة، فكان يقول له عاهدني يا صاحبي أن نحرج، يعني نديروا الهجرة هذه السرية عندما نبلغ 18 سنة، فيقول له كن ننسى، إذا نسيت فذكرني. ويعهدوا الآخر، يتفقوا مع بعضهم أنهم إذا بلغوا، يعني ربي أعطاهم في عمرهم وبلغوا سن 18 سنة، أنهم يحرقوا، أن يهاجوا. بهذا المنطلق، يعني من هذه القصة البسيطة، يتبين أنه الطفل الجزائري يعني الآن صارت عنده أزمة وجود ولا إثبات ذات مش عارف، فهو يحلم، يعني يخلي له هذه الحرقة حلم وهدف ممكن سامي يعيش لأجله، وينتظر اللحظة اللي ينفذ فيها هذا ولا يحقق فيها هذا الحلم. دكتورة سونيا، هل تسمعيني؟ أسباب تفكير المراهق بهذه الظاهرة، هل ما يتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الهجرة غير النظامية؟ هل التربية؟ هل الجانب الاقتصادي، خاصة إذا كان يعيل أهله أو ينحدر من أسرة متوسطة الحال وبالتالي هو يحلم بالذهاب إلى أوروبا باعتقادك، أم هي أسباب مجتمعة؟ الأسباب في الحقيقة هي مجتمعة، وعلى رأسها الآن يعني ما نعيشه هو هذا الكبت ولا هذا العضل، هذه الثورة يعني التي لا تزال في مرحلة مش مخاض إنما مرحلة حمل، لم يتبين يعني الجنين كيف سيكون. إذا هو هذا الفراغ، هو هذا النماذج التي يراها الطفل الصغير سواء في أسرته الصغيرة، يعني ممكن يكون الأب عاطل، ممكن الأم يعني تعاني، يعني ممكن ما عندهمش سكن، ممكن ظروف وحتى الدراسية صعبة جدا، وهل مجرة هذه المعطيات كلها. ضف إلى ذلك ما يراه في المجتمع من ظاهرة البطالة، يعني هل يتصور أنه مجتمع 75% منه كلهم شباب، وبعدين الكل لا يعمل، الكل بطال، وثروات البلاد تضيع وهلم جرى. ضف الى ذلك ما يراه من هذا الاستبداد السياسي وهذه تقويض هذا الحراك المبارك المجيد السلمي، هذه تفاقم في الظاهره الحقيقه. فحتى من لم تكن لديه الفكره انه ان يحلم بالهجره هذه السريه يفكر فيها الان، ويفكر فيها بجديه، يعني هو يسعى لان يصل الى هذه المرحله، ويعلم يقينا أنه إذا ذهب إلى هناك سيكون في فراغ، يعني حتى إثبات الذات لم تكون، لأنه يعني ولكن هو يغامر بحياته دكتورة. تتغير حياته لكن من سيء إلى أسوأ. لا لا، أقصد يعني أنه هذه الطريقة الغريبة في الهرب إلى أوروبا، يعني هي مغامرة بحد ذاتها، وقد يعني هو الحمد لله وصل سالما، ولكن يعني المسألة خطيرة لو تكررت، خاصة أنه من تابع هذا الفيديو الكثير من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما أكثر المراهقين الذين يتابعون ويقلدون أيضا. والله هي في الحقيقة هذه الظاهرة ليست جديدة، يعني حتى لما الإنسان يلقي بنفسه في البحر في زورق بسيط ممكن هوائي، هذيك أكبر مخاطرة. بالعكس أنا أرى أنه يعني من يكون في طائرة ممكن يكون أكثر أمانا ممن يلقي بنفسه في البحر في زورق بسيط، يعني ممكن حتى في محرك بسيط، وتعلمون ما يحدث، وحتى الحواجز الأمنية في البحار يعني ما هيش قضية سهلة. إذا يظهر لي أنه الفكرة ما دامت موجودة هي انه الانسان في جميع الاحوال هو يلقي بنفسه في التهلكه، يعني سواء عن طريق البر او البحر او الجو. وسمعنا من قبل انه فيه واحد يظهر لي من كان حرج من فرنسا يذهب الى انجلترا او شيء من هذا القبيل في عجله الطائره، ولا يذهب حتى من بلد افريقيا الى امريكا ولا شيء من هذا القبيل في عجله الطائره، وتحمل برودة يعني التصور في عجل، يعني نعم بالقرب من العجلة، وكان هو
في الجو تلك البرودة اللي كلنا نعرفها ان ما باش تكون حتى اقل من 80 ولا شيء. قصص مأساوية ومؤلمة دكتورة وافق، ولكن باعتقادك كيف من الممكن معالجة هذا الأمر؟ كيف من الممكن حماية الشباب خاصة في سن المراهقة وهذا السن سن التمرد؟ هو في الحقيقة الحماية لا تبدأ بسن المراهقة، في المراهقة تكون إذا شئت يكون الحصاد، أما الضرر يكون في مرحلة متقدمة جدا. أنا أرى أنه التربية تكون في المراحل الأولى من الطفولة الأولى، يعني في حدود منذ الولادة إلى غاية ممكن 5 6 سنوات. حتى هو إذا جاء بعد المراهقة في سن 10 سنوات ولا 11 سنة يكون قد وجد ركيزة ولا قاعدة يقوم عليها، أما أن يكون في فراغ يعني لا يلتفت لهذا الإبن. يعني في الأسرة، يعني الأسرة بشكل مباشر، فإذا لم يلتفت بهذا الطفل في هذه السن بعدين يتصور أنه يصل الواحد إلى الضياع في فترة المراهقة. هي فترة تمرد بالفعل، يعني فترة مجازفات، الواحد يستكشف ويقوم بكل شيء من مرفوض أو من يعني ممنوع من قبل العائلة ولا المجتمع ولا حتى الدين. نعم.